بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من مكان جديد لأول مرة بنصور فيه، بجد اكتشاف. النهاردة زي ما حضراتكم شايفين عبايات. الناس اللي طلبت مني العبايات، عندنا العباية ب130 جنيه. مش كده وبس، ده احنا لغاية مقاس 8 اكس. ولا الدريسات الشتوي بقى الشمواء، اعرفوا الأسعار النهاردة. بجد هتدعولي، أنا واثقة هتدعولي دعوة حلوة. تمام، ده غير إن شاء الله إن في شحن لأي مكان، وفي جمله وقطاعي، لان ده سعر مصنع يا جماعه. ولا الملاحف بقى الاماراتي والسعودي بقى، حاجات كده اخر شياكه. النهارده كمان في عرض تصفيات حاجات دريسات ب50 جنيه بس. وشايفين كمان الدريسات الجنس اللي قدامنا. يلا بقى بسرعه ندخل على الفيديو ونتفرج. ما تنسونيش في اللايك والدعوه الحلوه والاشتراك. النهارده جايين نصور من مكان جديد يا جماعه، من سنتر فاطمه. طبعا هم ليهم فروع كتير في القاهره، وهم فتحوا في اسكندريه. طيب احنا فين بالظبط؟ اول حاجه نصلي بينا على النبي. اول حاجه يا جماعه، احنا في اسكندريه، احنا في منطقه الفلكي. الشارع ده اسمه 16 الملك. ركبتي حضرتك، نزلتي الفلكي، اركبي من الفلكي. بعد ما تنزلي الفلكي على طول، لو ركبتي من محطه الساعه اللي هي ساعه فيكتوريا، ونزلتي الفلكي، اركبي اي توك توك وقولي له نزلني بعد بيت الجمله. هتمشي بقى بعد بيت الجمله شويه كده، هو يعتبر قرب اخر الشارع بس ما وصلش لاخر الشارع. تمام، هتلاقوا جنبه مخبوزات السلطان، وهتلاقوا مكه، وجنبه على طول سنتر فاطمه، وادي محمصه ابو عمر جنبه. تمام، سهله كده. ندخل بقى نتوكل على بركه الله ونبتدي فيديو النهارده. ويا جماعه السنتر مليان عبايات، وهنتفرج عليكم. منورين اسكندريه. الله يخليكي بوجودك. العروض الحلوه بقى اللي هي بنشوفها في الموسكي وفي القاهره دي. احنا جينا من الموسكي بقى، عاملين عروض عشانك انت مخصوص النهارده. ربنا يخليك يا استاذ محمد. عبايه اول 130 جنيه. الله اكبر، الله اكبر. كم موديل بقى؟ هنبدا واحده واحده مع بعض. ما شاء الله. شوف الموديلات يا جماعه ب 130 جنيه. حلو قوي. 130 جنيه. الله اكبر. 130 جنيه. شايفين؟ جايبه لكم شغل القاهره هنا في اسكندريه اهو. 130 جنيه اهو. تمام. ولا في السودان ولا في اليابان. ولا بصوا يا جماعه الجمال يا جماعه، المقاسات يا استاذ محمد اخبارها ايه؟ المقاسات. حلو. اي موديل فيه مقاسات. اي موديل؟ ب 130؟ ب 130 من الشغل اللي انا بوريه لكم ده كله. يا نهار ابيض. تمام، 130 جنيه. حلو قوي. 130. تمام. بدايه طيبه. 130 جنيه. تمام. نبدا في العرض اللي بعده بقى. اللي بعده. قنبلة ال 210 يا جماعه. النهارده قنبلة ال 210؟ اه 210. حلو قوي. شغل حرير. 210 شغل حرير. اوريها لكم كده برضو ايه؟ ايوه، واحده واحده عشان الناس تشوفها. تمام. تمام، برضو المقاسات كلها. كل المقاسات 210. الله ينور. 210. تمام. 210. حلو جدا. 210. تمام، الله ينور. حلو. شايفين يا جماعه، من اول 130 جنيه سعر العبايه، مش هنتكلم. 210. دي تنفع سواريه دي؟ اه 210. بصوا الجمال، 210 وكل المقاسات. اكبر الخامات على ضمانتنا قدام ربنا. الخامات ايه بقى؟ عايزين برضو نعرفها. الخامات كريب سعودي. كريب سعودي وحرير. الله ينور. وحرير. بصوا يا جماعه، اه 210 مش عبايات بس، ده دريسات كمان. ده 210 وده 210. ده 210 وده 210، كل المقاسات. في شحن يا استاذ محمد؟ جميع المحافظات، جميع انحاء العالم. اه تمام. من عمان والسعوديه الله هو اكبر. تمام تمام. نيجي بقى لايه؟ ل 250 جنيه، حاجه اعلى بقى. بصوا يا جماعه المنظر. ولا في السودان ولا في اليابان، احنا جايين نخربها في اسكندريه. يلا بصوا يا جماعه. استاذه منى، ربنا يخليك يا استاذ محمد. 250 جنيه. حلو قوي. كل ما تقلب هتلاقي ب 250 جنيه. الله ينور. بصوا الجمال يا جماعه. دريسات وعبايات واشكال وموديلات ب 250 جنيه. يا بنات، البنات اللي بتجهز بقى وعايزه تجيب بقى. اه 250 جنيه. بصي وفري بقى وهاتي الجمال ده كله. 250 جنيه، لسه ما خلصناش العرض ب 250 جنيه. بصوا لغايه تحت اهو بوريكم، شايفين؟ عرض تحفه. 250 جنيه. ربنا يخليك. ب 250 جنيه الجنس. 250 جنيه. بصوا الشياكه. والجبردين ب 250 جنيه يا جماعه. الجبردين؟ لا نتفرج عليه بقى. بصوا يا جماعه. الشغل السعودي ب 250 جنيه. اسمه ايه السعودي؟ سعودي. اه. 250 جنيه. لا اشوفها دي يا استاذ محمد، الجميله دي اللي فيها الوان ياما دي. بصوا يا جماعه جنيه. بصوا الشياكه والايد بتاعتها نظام السعودي. ايوه. والملحفه. ايوه. 500 جنيه ب 250 جنيه السعودي. ملحفه ب 250 جنيه يا جماعه. اشكال وموديلات ومقاسات. الله ينور، حلوه قوي. 250 بصوا الجمال. جنيه. الله ينور.
250 جنيه يا جماعه. بصوا الجمال، البنات اهو، شغل البنات، شغل البنات لغايه تحت اهي الرسمه. ايوه ايوه 250 جنيه. حلوه قوي. تمام كده، تمام. في ال 200 8 اكس، دخلنا بقى في الامهات، وبرده 250 و8 اكس يا جماعه، لغايه 8 اكس 250 يا جماعه. الله ينور، برده 250. الله، وتطريز قدام 250 جنيه تحدي. الله ينور، 250 جنيه يا جماعه، وبالكابيشو كمان. ايوه 250 جنيه. الله ينور، استنى كده اوريها لهم دي. بصوا يا جماعه الشغل تحفه، 250 جنيه. حلو قوي، الله ينور، 250 جنيه يا جماعه. تمام كده خلصنا عرض ال 250. ايوه، نطلع بقى الحاجات اللي اعلى من كده. تمام، احنا ما زعلناش حد، جبنا من المقاسات الصغيره ومقاسات الامهات لغايه 8 اكس حبايبي. حاجات ب 50 جنيه للناس اللي على قدها. ايه ده ايه ده ايه ده، ب 50 جنيه النهارده؟ ب 50 جنيه للناس اللي على قدها. يا نهار ابيض، ما نزعلش حد يا جماعه. ده الدرس بالشميز بتاعه يا استاذ محمد، كله ب 50 جنيه. ب 50 جنيه يا جماعه، بصوا يا بنانيت يا امارات، ب 50 جنيه يا جماعه. ادعوا لنا بقى دعوه حلوه بقى. الله، ما شاء الله، 50 جنيه. مقاساتهم ايه ب 50 ده؟ هو مقاسات يعني اكس برضه، لغايه 2 اكس يعني، صغيره كده مش كبيره. دي 250 جنيه ما اتعرضتش برضه. دي المقاس ال يا جماعه، ورينا كده الاشكال. 250 جنيه، حلوه قوي. تمام، الله ينور. تمام زي كده، بصوا ده صوف ده، ده شاموه، 350 جنيه، لحد مقاس 5 اكس، واشكال ما بتخلصش والوان ما بتخلصش. بصوا الجمال، ومدلات عندنا بس وعند الناس ما بتتكررش. حلوه قوي، ما شاء الله، الله اكبر، 350 جنيه. حلوه، بصوا بقى، بصوا بقى الحلاوه والجمال عشان الاستاذه منى يا جدعان. ايوه، ولا ب 600 ولا ب 500 ولا ب 400، ب 350 يا استاذ. 350 وكل المقاسات، جميع الالوان وجميع المقاسات. دي شموه يا بنات دي، والناس اللي بتاكل محشي مقاسها عندنا. يلا بصوا الجمال، يا دي كبيره دي ما شاء الله، جميع المقاسات يا جدعان وجميع الالوانات. انتوا جايين بقى اسكندريه تدمروا الاسعار بقى ولا ايه؟ جايين اسكندريه بتغرق كل سنه بالميه، احنا جايين نغرقها بالعربيات السنه دي. خلي كله يلبس ان شاء الله، وكله يتمتع، وبارخص الاسعار دايما بجيب لكم. يا جماعه اللي ما بتخلصش ب 350. 350، استنوا بس نتفرج كده يا جماعه. 350 جنيه شمواه ده، حلو قوي، 350 جنيه. 350 جنيه اهو، تمام. اتفرج على حاجه ثانيه، برده لسه 350. لا 350 ما بيخلصش، الالوانات والمقاسات زي ما احنا شايفين اهي، 350. بصوا ده جميل قوي، والاجمل ده بليسيه ده ب 350 جنيه. ده 350، حلوه قوي، 350 ما شاء الله. والناس اللي عدمتها كبيره بتدعك من الساعه. استنى بقى، ده بالكاب بتاعه يا استاذ محمد، ده ب 350 بس، وده درس من تحت ده ولا ايه؟ بصوا يا جماعه، ده درس من تحت وعليه كمان ايه، وعليه البونشو بتاعه ب 350 بس. ايوه يا حلو. جماعه احنا جايين من الموسكا يا استاذه منى عشان هنا نفرح الاسكندرانيه بس. خليني عليا، ربنا يخليك يا استاذ محمد، انتوا اللي نورتوا اسكندريه بعروضكم الحلوه دي. عروضها ما بتخلصش، 350. شوفوا الفرشه دي يا جماعه، بصوا 350 جنيه. 350 جنيه، الله ينور. نتفرج على حاجات تانية، الله ينور. بصوا 350، اشكال جديده واشكال ترندي وشياكه. بصوا دي واسعه ازاي، بصوا بقى الشغل اللي ورا وقدام الشغل. ايوه، الله ينور، 350. حلو قوي، بتحب الحاجات الهاديه، 350. بنات اللي بتحب الهادي، 350 يا جدعان. تمام، ده برضه 350، ده 350 ما شاء الله، 350 ورا وقدام، 350. حلو قوي، 350 يا جماعه، نتروشن شويه بقى، 350 بنات. الله، بصوا يا بنات، حرير يا جدعان، حرير كوري من الصينيين. يا نهار، استنوا انا عايزه اوريهم اللي تحت، الكلوش اللي تحت ده. ده بصوا، ايوه بصوا الشياكه بقى، ده ب 350 جنيه بس. الله ينور يا استاذ محمد، حلو جدا. نشوف اللي بعده، ده برده 350 جنيه. 350 جنيه زي ما انتوا شايفين، الناس اللي بتحب المشجرات، 350 جنيه يا جماعه. حلو قوي، تمام، 350 جنيه برده، 350 جنيه لحد 5 اكس و6 اكس. الله ينور، حلو قوي، 350 جنيه. خش على كام؟ 450. 450
ايوه بصوا شايفين حاجات قد ايه. بقول لكم ما شاء الله المحل ملغم عبايات وكلها واسعارها ومقاسات. الزحمه بقى. ايوه 290 جنيه ده ب 290. 290 جنيه. بصوا يا جماعه ده في جلد ده من فوق ده ولا ستان؟ ستان. اه 290 جنيه. الناس اللي بتحب الحاجه الهاتف. الحاجات السعودي اهي 290. الله ينور. بعد كده بقى 450. بصوا يا جماعه الخامه دي اسمها قطر الندى، المتر بتاعها ب 90 جنيه. اسمها قطر الندى؟ اه مش حد في اسكندريه بيجيبها. حلوه قوي. بس ده شغلنا احنا. الله ينور. حلوه قوي. تمام. بصوا يا جماعه 450 جنيه التطريز ده في جميع الالوان. جميع الالوان. الله ينور. والخامات الجنيه دي برده 450 جنيه. حلوه قوي. هي فيها الطرحه بتاعتها ولا لا؟ طرحتها وطرحتها كبيره يا جماعه هفرجها لك دلوقتي. طب تمام. يعني زي دي كده طرحتها بشغلها. شوف الطرحه قد ايه الشغل بتاعها. حلوه قوي. ده الامهات هتفرح وكل الستات اللي بتلبس العبايات هتفرح. بصوا يا جماعه الجمال 450 جنيه يا جماعه. 450. الله حلوه قوي دي 450. جميله بصراحه. كله جديد في جديد. حلو. يلا واحنا جايين نخلي الاسكندرانيه عيتهم سعيد السنه دي. بصوا يا جماعه جنيه. جميله قوي. واللي في الايد الثانيه دي حلوه يا استاذ محمد برضه 450 جنيه يا استاذه منى. بصي جميع المقاسات. اه احنا بنجيب الشغل المختلف، بنجيب من اقل حاجه لاعلى حاجه. لاعلى حاجه عشان كله ايه يجيب ويشتري. تمام. 450 ما خلصش. بصوا بقى دي ملحفه دي. الملاحف. اه. الملاحف يا جماعه الخامات النظيفه. بصوا يا جماعه. 450. الملحفه الخامات النظيفه 450. 450 يا جماعه. بصوا بقى شغل بقى ايه لو عايزه سهره ولا حاجه. فرح مناسبه. اه ملحفه برده. حلوة قوي ب 450 جنيه. 450 يا جماعة. بصوا من تحت سيمبل ما فيهاش حاجة، هو الشغل من فوق بس زي ما انتوا شايفين اهو. أيوة. 450 جنيه. حلو اللي كله شغل ده. 450 جنيه. هو قطعتين ولا هي قطعة واحدة؟ قطعة واحدة. الحاجات دي في سان ستيفانو ب 1000 و1500 جنيه. لا ده انت بس احنا جايين نخربها هنا. ما شاء الله يا جماعة 450 جنيه ولغاية 8 اكس. افرحوا بقى يا اسكندرانية وادعوا لي بقى واعملوا لايكات كتير. 450 جنيه. بص 450 جنيه يا سيدي. واللي عنده زينا نقول له يعملها. تمام. واللي يبيع اقل مننا نعمل له تاج ونقول له احنا هنسيب المهنة من هنا. تمام. يلا يا جدعان. يلا. فجأة. 400 جنيه. دي يا جماعة ب 400. الكالوش 2 متر و30 سم. حلو قوي. يعني تمشي ولا تتكعبلي ولا تتحنجلي. حلو جدا. لحد 6 اكس. لحد 6 اكس دي. لحد 6 اكس. بصوا يا جماعة. دي ب 300 جنيه يا جماعة. دي ب 300 بس. 300 بس. وهي الخامات بتبقى ايه بقى؟ كريب وايه؟ خامات كريب بتاعت الحاجة قطب مرجان للناس بتاعت المصانع اللي بتعرف في الخامات. تمام. فوزيلا. ايوه. خامة خامة بس اسمها فوزيلا. حلوة قوي. الله ينور. برضه 250 جنيه عشان البنات. ايوه بتحب الحاجات الهاديه. بصوا دي دريسات برب بكام؟ 250 جنيه. 250 يا بنات. دريس تحفه. 250 جنيه زرايا. ممكن تلبسيه كارديجان او دريس. اه محدش يقول ايه الفينش اهو. اه الفينش اهو. تمام. الله ينور بصراحه. ده 250 جنيه. وده 250. بصوا الشياكه 250 جنيه يا جماعه. الله ده في منه الوان كمان. جميع الالوان 250 جنيه. الله. واللي هو الكشمير والمنت كمان 250 جنيه. الله ينور. حلو جدا. حلو. بصوا من تحت كده ساده ما فيهوش حاجه عشان الناس اللي بتحب تتفرج على الحاجه كلها. بصوا حبايبي المكان من بره كده لجوه حاجات كتير قوي وعبايات كتير قوي. طبعا احنا بنشكر حضرتك جدا. لا تحت امرك. وان شاء الله دايما في جديد ودايما في اسكندريه هنعمل قلبانه. وان شاء الله تشرفونا وتنورونا ومش هتندموا يا جماعه. استاذ محمد المواعيد من كام لكام كل يوم؟ ان شاء الله من 11 ل 11. من 11 ل 11 مفيش اجازات. ايوه لا مفيش اجازات. وفي شحن يا جماعه وفي جمله وقطاعي. يا رب الفيديو يكون عجبكم. ما تنسناش في اللايك والشير والسلام عليكم.